اهلا بيكم في فيديو جديد في تشاينا بالعربي. فيديو النهاردة هيكون للناس اللي حابة تدرس في الصين، سواء كان منحة بكالوريوس او ماستر او بي اتش دي. للناس المهتمة نعرف انواع المنح اللي بتقدمها الحكومة الصينية او الجامعات اللي موجودة في الصين. اول حاجة المنح متقسمة لاربع انواع. اول منحة اسمها منحة الانسو، بتكون عن طريق جامعتين، جامعة اليو اس تي سي او جامعة الكاس. دي تعتبر اصعب منحة فيهم، لان من ضمن شروط التقديم فيها انك تكون مقدم خطة بحثية قوية، وكمان يكون معاك acceptance letter أو موافقة مشرف. المنحة بتقدم راتب شهري 6000 يوان، وبعد أول سنة بيكون في evaluation. لو الطالب نجح في evaluation ده، المرتب بيزيد وبيوصل ل 7000 يوان في الشهر. تاني منحة بتكون مقدمة من الحكومة الصينية، وهي منحة CSC، وهي تعتبر منحة مضمونة جدا، بس إنك تظبط الورق كويس وإنت بتقدم. في بعض الجامعات وإنت بتقدم للسي اس سي بيحتاجوا منك موافقة مشرف، وفي بعض الجامعات مش بيكون شرط. طلبة الـ PhD بيكون الراتب بتاعهم 3500 يوان في الشهر، وطلبة الماستر 3000 يوان في الشهر، وكمان بيكون في بدل سكن 1000 يوان يقدر الطالب ياخدهم لو حابب يسكن برا الجامعة. ثالث نوع من المنح هو منحة الجامعة، تعتبر أسهل منحة في التقديم لأن شروطها بتكون سهلة جداً. الراتب الشهري بتاعها بيكون من 2000 ل 3000 يوان في الشهر، وده بيختلف على حسب المقاطعة. ده لطلبة الدكتوراه. وبالنسبة لطلبة الماستر بيكون من 1700 ل 2500 يوان في الشهر، وبرضه على حسب المقاطعة، أو بمعنى أصح بيكون على حسب مستوى المعيشة بتاع كل مدينة. آخر نوع في المنح هي منحة البارشالي فاندينج، وفي المنحة دي الجامعة بتوفر للطالب مصاريف الدراسة فقط بدون أي راتب شهري. بجانب مصاريف الدراسة، في بعض الجامعات بتوفر السكن بيكون مجاني للطلبة. مصاريف المنحة بتكون تقريبا من 17 ل 25 ألف يوان في السنة، طبعا ده بجانب السكن لو كانت جامعة مش مقدمة أي سكن للطالب. وفي كل أنواع المنح دي لازم نقول حاجة مهمة جدا، إنك تقدم على منحة دراسية في الصين دي بتكون حاجة سهلة جدا، بس إنك تظبط ورقك كويس وإنت بتقدم. لينك التقديم لكل منحة هتلاقوه مكتوب تحت الفيديو، واستنوا الفيديو الجاي هنعرف فيه ازاي نظبط الورق بتاع كل منحة، وازاي نقدم بطريقة صحيحة علشان تكون منحة مضمونة ومقبولة ان شاء الله.